اختيار طارق كان هو اول خيار لانه كان صح كمبدا، بس بالمبدا كان صح للاغنيه. يعني انا مش حقدر اقول يلا لف تاني، انا مش صوتي الله لف تاني ارجع انت جاي لي، ده انت حد سكه يخسر اللي يشتري. طلع في توليفه حلوه بيني وبين عمي طارق، الشهره مش غايتي، الوصول غايتي، انا بدي اوصل، رح اوصل ان شاء الله من مصر. تخيلي انك بس تسمعي اغنيه لعمرو دياب وانت سعيده او انت حزينه، او الشعور الحلو اللي بيعطيك اياه الموضوع. انا بدي اكون من الاشخاص اللي عم بيقدموا فن يعطي هالشعور الحلو للعالم. صراحة طارق الشيخ من أجمل الأصوات الشعبية الموجودة اليوم بمصر، صوت قوي، صوت له مكانه، بيضيف على أي عمل بينزل فيه. أنا اليوم كان بدي أعمل التوليفة العالمية بموسيقى الإيديام بصوت مصري بحت، صوت مصري مسمع. عرضنا الأغنية على عم طارق وحب الأغنية، وكان في خير وتوفيق فيها. يعني صراحة لا، صراحة كان في أسماء كتير بس ما كلمناش حد. يعني كان في أحمد شيبة من الأصوات اللي أنا بحبها. يعني في أسماء كتيرة، مصر كلها نجوم، يعني مصر كلها نجوم، كلها مواهب. مش هقدر أقول لك، بس اللي صار إنه تعرف إنه بلشنا بعمل وكان في توفيقة معينة لموضوع اختيار طارق، كان هو أول خيار لأنه كان صح كمبدأ، بس بالمبدأ كان صح للأغنية، والحمد لله إنه هو حب الأغنية ومشينا فيها. لا، كان في يلا يلا نزلت ب6 اكتوبر، وفي اغنيه كل الكون نزلت من شهر تقريبا. كنت خايف كتير، بس مثل بس انا اخذت المحل، يعني اخذت مكاني بالاغنيه. يعني انا مش حقدر اقول يلا لفيناني، انا مش صوتي، اوكي، انا مؤدي بالاغنيه، عرفت اديها بشكل معين. طلع في توليفه حلوه بيني وبين عمي طارق. فانا الشهره عندي مش هدف، ابدا مش هدف. انا اليوم اذا الشهره عندي هدف، ممكن انا فوت على الانستغرام مثلا ونزل فيديو، صوره، شيء عم بحكي فيه بشكل مستفز لجهة معينة من العالم، وأخذ شهرة والألغوريثم يلقطني واتشتم. شهرة سهلة، شهرة سهلة للي بده إياها واللي بيعرف هي. أنا اليوم هدفي أنه أغنية يوصلوا للعالم. أنا اليوم بهمني أنه غنيتي يكون عندها 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وأنا ما يكون عندي متابعين أبدا على الإنستغرام. صراحة بدي أنا شعور كتير حلو، بس تكوني عم تصنع غنية أنت وحدا، وبعدين تفوتي تلاقي مليونين أو ثلاثة أو أربعة مليون شخص عم يسمعوها. شي حلو، انت عم بتسعديهم للعالم. تخيلي انت بس تسمعي اغنية فنانك المفضل مين، تخيلي انك بس تسمعي اغنية لعمرو دياب وانت سعيدة او انت حزينة، او الشعور الحلو اللي بيعطيك اياه الموضوع. انا بدي اكون من الاشخاص اللي عم بيقدموا فن يعطي هالشعور الحلو للعالم. الشهرة مش غايتي، الوصول غايتي، انا بدي اوصل، رح اوصل ان شاء الله من مصر، لانه مصر الاذن اللي بتسمع، مصر الجمهور الزويق، مصر المحل اللي فيك تكوني فيه اكسبيرمنتال، تجربي بالفن، تعملي أغاني جديدة. والجمهور أكثر من 100 مليون ومتذوقين للفن، متذوقين كمان للفن الجديد. أنا مش عم أقول أنه أنا اليوم رح أجي أعمل فن أم كلثومي، أو أكيد لا، هذا شيء كتير كبير وشيء كتير حلو، بس الجمهور المصري متذوق للشيء الجديد. كرمال هيك عندكم موجة الراب والتراب اللي هلأ أخذ الشرق الأوسط كله بستورم، طالع من مصر، والمهرجانات طالع من مصر. ما عنديش خبرة كتير بالموضوع، بس أكيد ليه لا، ليه لا، بس بتوليفة عالمية. بحب صوت حسن شاكوش. ليه مفكرتش ان انت تعمل دويتو مع حد لبناني، نجوم لبنان او نجوم سوريين، مفكرتش تعمل مع حد منهم؟ مع انهم معروفين ونجوم تقال، يعني معروفين، بس اليوم انا يعني فيني قلك وقبلية مني، انا مصر الى محل معين بقلبي فنيا. أنا نشأت اليوم ببيت بيسمع أم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم وأسمهان، فإذني للهجة المصرية